بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والنافذ الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء، ويا فارج كرب ذي النون يوم عاشوراء، ويا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء، ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء، ويا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء، ويا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء، يا مجيب دعوة الصالح في الناقة يوم عاشوراء، ويا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، واقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة، وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك، وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه، فرج عنا ما نحن فيه. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه، فرج عنا ما نحن فيه. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه، فرج عنا ما نحن فيه. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه، فرج عنا ما نحن فيه. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه، فرج عنا ما نحن فيه. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه، فرج عنا ما نحن فيه. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه، فرج عنا ما نحن فيه. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه، فرج عنا ما نحن فيه. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه، فرج عنا ما نحن فيه. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه، فرج عنا ما نحن فيه. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه، فرج عنا ما نحن فيه. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامة كلها، نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا صابرا ويقينا صادقا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي القبر وفي الحشر وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب حبيب أهل بيت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين. إلهي بحرمة جدي الحسن والحسين وقنا عذاب الآخرة وانصرنا مع الأبرار. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الى العالمین تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، آج کے عاشورہ کے دن کی برکت کے صدقے میں، تمام شہداء کربلا سید و شہداء حضرت امام حسین، ان تمام کے صدقے میں صحابہ اہل بیت پنجتن پاک اور تمام صالحین شہداء، ان تمام کے صدقے میں مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، آج توبہ و استغفار کا بھی دن ہے. پروردگار، ہم سچے دل سے تیری بارگاہ میں اپنے چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. مولا کریم، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں اس پر استقامت عطا فرما. مولا کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عذاب قبر سے بچا، نزا کے وقت کی سختیوں سے بچا، عذاب دوزخ سے بچا. مولا کریم، حشر کی مشکلات سے بچا، تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے گناہ اگرچہ بہت زیادہ ہیں، مگر تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیری رحمت وسیع ہے. مولا کریم، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے
মলাই করিম, শহদায় কেরাম, খাতুনে জন্নত ফাতমা জাহরা, সৈয়দ ও শোদা হজরত আমির হামজা, সৈয়দ ও শোদা হজরত ইমাম হুসাইন, ইন তমাম কে সদকে মে হামারে গুনাহ কো মাফ ফরমা দে, গুনাহ সে বচনে কি তৌফিক দে, নেকিয়ো নেকিয়ো কে করনে কি তৌফিক দে। মলাই করিম, ইয়ে যো কুছ ভি হামনে চন্দ দিনো মে হামারে আহবাব নে পড়া রতনপুর আর উসকে ইর্দ গির্দ পোরবন্দর দ্বারকা কে তমাম আহবাব নে যো পড়া পড়ওয়া খুসুসিয়ত কে সাথ, মলাই করিম, 11 কুরআন শরীফ আর 1 লাখ দুরূদ শরীফ, 1 লাখ কলমা শরীফ, 5 হাজার সূরে ইখলাস, 1 হাজার 100 ইয়াসিন শরীফ, 100 সূরে মুলক, 1 হাজার আয়াতুল কুরসি, 100 আহাদনামা আর 1 হাজার সূরে ফাতিহা, 10 হাজার সুবহানাল্লাহ, 10 হাজার আলহামদুলিল্লাহ, 10 হাজার আল্লাহু আকবর। ইয়ে নরসন্ডা কে মিলাদ কমিটি কি জানিব সে আমারে আব্দুল কাইয়ুম ভাই কি তরফ সে, উনকে আহবাব কি তরফ সে, মৌলানা আব্দুল আমিন বরকাতি কি জানিব সে কুরআন শরীফ, 50 ইয়াসিন শরীফ আর হিজবুল বাহর 50 শরীফ, আহাদনামা 50 শরীফ, সূরে মুজম্মিল 50 জো হ্যায় আহাদনামা 50 আর সূরে মুজম্মিল শরীফ 50, ইসি তরহ এক কুরআন আর দুসরে জো হ্যায় হামারে ইউনুস ভাই পেটলাস সে ও ইধর সে ও ইর্দ গির্দ সে, খুসুসান উস্তাদ শৌরা, উস্তাদ কুররা, হযরত হাফিজ ও কারি সৈয়দ সাদাত আলী বাপু সাহেব কিবলা, হাফিজ ফারুক সব ও খাওয়ালে, হাফিজ হাসিব, হাফিজ উসমান গনি, হাফিজ আব্দুল গফ্ফার আর ইর্দ গির্দ কে উলামা, মৌলাই করিম, উন সবনে মিলকর 10 কুরআন পাক হামারে হাজি সিদ্দিক বাবি মজম্মিল খান আর দিগর আহবাব নে যো মেহনতে কি ও যো পড়া পড়ওয়া, মৌলাই করিম সবকো কবুল ফরমা লে। পরবরদিগার জিতনে ভি যো হ্যায় জিকর আসকার হুয়ে, জহাঁ জহাঁ সে ভি লোগোঁ নে পৌঁছায়ে তকরিবন 21 কুরআন শরীফ বগেরা, পরবরদিগার ইন সবকো কবুল ফরমা লে। মৌলাই করিম হামারে পড়নে মে গলতিয়াঁ খামিয়াঁ যো কুছ ভি হুই হো সে মাফ ফরমা দে। পরবরদিগার শোহদায়ে কারবালা কি বারগাহ মে নজর করতে হ্যায়, তেরে হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বারগাহ মে নজর করতে হ্যায়, তমাম শোহদায়ে কারবালা ও সৈয়দ ও শোহদা হযরত ইমাম হুসাইন আর ইমাম জৈনুল আবেদীন আর জিতনে ভি ওয়াহাঁ শরীক থে, জিতনে আহলে বাইত, হযরত খাতুন জন্নত, মৌলাই কায়নাত, তমাম সাহাবা, খুলাফায়ে রাশিদীন আর হযরত ইমাম হাসান, ইন তমাম কি বারগাহ মে নজর করতে মৌলাই করিম কবুল ফরমা। তমাম সাহাবা, আহলে বাইত, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইমে মুজতাহিদিন, আউলিয়াই কামিলিন, সিলসিলে আলিয়া, কাদরিয়া, সোহরাবর্দিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, সিলসিলে আলিয়া, কাদরিয়া, বরকাতিয়া, রজবিয়া, নূরিয়া, সালামিয়া, বুরহানিয়া, আশরাফিয়া, কে তমাম মশায়েখ নিজাম বিলখুসুস হুজুর সাহেবুল বরকাত হযরত সৈয়দুনা শাহ বরকতুল্লাহ মারেরভি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি কি বারগাহ মে নজর মৌলাই করিম কবুল ফরমা। পরবরদিগার ইয়ে জিন জিন লোগোঁ নে পড়া হ্যায় আর জিনকে ভি মরহুমিন ইস দুনিয়া সে চলে গে, মৌলাই করিম উন তমাম সাহেব ঈমান কি আরওয়াহ কো নজর করতে মৌলাই করিম কবুল ফরমা। পরবরদিগার আমারে মৌলানা গোলাম ইয়াসিন সাহেব, উনকি ওয়ালিদ কা আজ ইন্তেকাল হুয়া, মৌলাই করিম উনকি ভি মাগফিরাত ফরমা, উনকি রুহ কে সবকা সমাত আ ফরমা। আমারে হাফিজ ইউসুফ সাহেব জো হ্যায় মাদরসে ফেজান শায়ে আলম আর জিন জিন লোগো নে মৌলাই করিম পড়া সবকো কবুল ফরমা, সবকো তরক্কি আতা ফরমা, সবকি রোজিও মে বরকতি আতা ফরমা। শোধায় করবো বলা রিদওয়ানুল্লাহ তাআলা আলী মজমাইন কি ইবাদতো কা ওয়াস্তা, উনকি কুরআন কি তিলাওয়াত কা ওয়াস্তা, মৌলাই করিম হামে ভি তিলাওয়াত কুরআন মে লাজ্জতি আতা ফরমা, তিলাওয়াত কুরআন কি তৌফিক আতা ফরমা। মৌলাই করিম শোধায় করবো বলা কে সদকে মে জিতনে মাদারিস আহলে সুন্নাহ চল রহে হ্যায়, মৌলাই করিম সবকো কামিয়াবি আতা ফরমা। ইমাম হুসাইন কি আখরি সজদে কা ওয়াস্তা, মৌলাই করিম আমারি পেশানিও মে সজদো কি তড়প আতা ফরমা, আমারি গফলতো কো দূর ফরমা, সুস্তিয়া কাহিলিয়া মৌলাই করিম ঘেরে হুয়ে হ্যায়, পরবরদিগার
امام حسین کے صدقے میں مولائے کریم ہمیں تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پنج وقتہ با جماعت سنی امام کے پیچھے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مولائے کریم کاموں میں اخلاص عطا فرما، نیتوں میں سچائی عطا فرما، مولائے کریم ہمارے سینے کو تیرے محبوب کی محبت کا مدینہ بنا دے۔ امام زین العابدین بیمار عابد کے صدقے میں جتنے لوگ بھی بیمار ہوں، کسی بھی بیماری، یہ کورونا یا کینسر، ڈائبٹیز، بی پی، اس کے علاوہ جو بھی مہلک بیماریوں میں ہو، جو بھی بیماریوں میں مبتلا ہوں، مولائے کریم سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، سب کا سایہ تندرستی کے ساتھ دراز فرما، اہل سنت کا بول بالا فرما، مولائے کریم اہل سنت کا بول بالا فرما، پروردگار امن و امان عطا فرما، چین و سکون کی زندگی عطا فرما، دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں، مولائے کریم ان تمام کی غیب سے مدد فرما۔ مولائے کریم یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے میں، خاتون جنت کے صدقے میں، شہداء کرام، شہداء کربلا کے صدقے میں، مولائے کریم ہمیں معاف فرما، ہم پہ فضل فرما۔ مولائے کریم اگر امتحان ہو تو اس میں کامیابی دے، استقامت دے، پروردگار تو ہی فضل فرمانے والا ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، ہم تیرے محبوب کے نام لیوا ہے، مولائے کریم ہم پر فضل فرما دے، گرم فرما دے، ہر جگہ مسلمان پریشان ہے، مولائے کریم غیب سے مدد فرما، ہمیں مقابلے کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ شہداء کربلا کے صدقے میں پروردگار حق پر استقامت عطا فرما، اور اس پر آنے والی تمام تر آزمائشوں میں کامیابی عطا فرما، پروردگار سب کی روزی میں برکتی عطا فرما، غائب سے مدد فرما، اس کے حلال میں برکتی عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ان آسانی کے ساتھ قرض سے رہائی عطا فرما، پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جن بچے اور بچیوں کے رشتے رکے ہوئے ہیں، مولائے کریم غائب سے ان کے لیے اس کا سبب فرما، انہیں اچھے رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہوں، سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ان سب کو صاحب اولاد بنا دے، غیب سے مولائے کریم ان کی مدد فرما۔ پروردگار ہمارے نوجوانوں کی، سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قاسم کی جوانی کے صدقے میں ان کی جوانی کی حفاظت فرما، حضرت علی اصغر و محمد کے صدقے میں، مولائے کریم محمد ابراہیم اولاد مسلم کے صدقے میں، پروردگار ہمارے بچوں کو کامیابی عطا فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ سیدہ سکینہ، سیدہ زینب، خاتون جنت، بی بی شہربانو، ان تمام کی پاکیزہ چادر کا واسطہ، مولائے کریم ہماری ماؤں بہنوں کی، بیٹیوں کی عزت، قبر کی حفاظت فرما، مولائے کریم انہیں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کر کے چلنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کی محبتیں عطا فرما۔ مولائے کریم حاسدوں کی حسد سے بچا لے، دشمنوں کی دشمنی سے بچا لے، شریروں کی شرارت سے بچا، مکر و فریب سے بچا، بد مذہبوں کے مکر و فریب سے بچا، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچا، ہم کمزور ہیں، ہماری حفاظت فرما۔ مولائے کریم جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی جائز مرادیں پوری فرما، جتنے لوگ انتقال کر گئے یہ کورونا کی بیماری میں، مولائے کریم جو قابل مغفرت سب کی مغفرت فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے، سب کو درجات بلند عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ مولائے کریم دشمنوں کے ہر مکر و فریب کو ان پر انڈیل دے اور ہماری حفاظت فرما، ہمیں دشمنوں کی مکر و فریب کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے نوجوانوں کو جو ہے قرآن اور سنت سے محبتیں عطا فرما، مسلک اعلیٰ حضرت پہ استقامت عطا فرما، مکی و مدینے کی حاضری نصیب فرما، سید و شہدا امام حسین مولائے کائنات حضور غوث پاک ان تمام کے روزوں کا دیدار نصیب فرما، جو لوگ تڑپ رہے ہیں ان کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ مولائے کریم جو قرض میں ڈوبے ہوئے آسانی کے ساتھ قرض سے رہائی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل،
ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.